ونسأل أحد من اليهود من أفضل الناس فيكم؟ بسند جن صوب راح من نحن خنم بو يهود تا سوق تا تا نحن دا له بو نحن خنم جمنا بو نحن لا يستطيع أن يقول إلا أن أفضل الناس هم الذين كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام بو كمان أشلاي بانتي លោកត្រាតែគេឆ្លើយថា អ្នក ដែល លឹះ ល្អ នោះ គឺ ជា អ្នក ដែល នៅ ជាមួយ ឬ ក៏ អ្នក ដែល តន ឬ ក៏ ដើរ តាម នាវី موسى عليه السلام ولو نسأل أحد من النصارى من أفضل الناس ما استطاع أن يقوله إلا الذين كانوا مع عيسى عليه الصلاة والسلام هاي بسند يسوع អ្នក ដែល កាន់ សាសនា គ្រីស្ទ ថា តើ អ្នក ណា ដែល លឹះ ល្អ នោះ គេ ប្រកាស ជា មិន អាច ឆ្លើយ បាន ទេ លើស លែង តែ គេ ឆ្លើយ ថា អ្នក ដែល លឹះ ល្អ គឺ ជា អ្នក ដែល إذا في الدين الإسلامي من هم أفضل الناس هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عليهم. بشنو داي؟ نخنوم ساسنا إسلام تا نونا جينا دا لغ الأمنو نخنوم جمناو بوجين كي جينا دا صحابة رضي النبي صلى الله عليه وسلم.